أنا دنيازاد أخت الملكة شهرزاد، سأدخل مغامرة التلصص على شهرزاد وشهريار، وأملي أنني سأخرج من هذه المغامرة بأمان وبإجابة شافية عن سبب إقلاع المنتقم عن انتقامه الحقيقي لخيانة هي الأعظم. إنها قصة تكتشف ما لم يكتشفه أحد. تتوفر عندنا صورة عن النص الأصلي لألف ليلة وليلة الطبعة الأولى منذ ما يقرب من قرن ونصف. يستطيع أي من قرائنا أن يطلب نسخة إلكترونية مجانية من ألف ليلة وليلة الأصلية على عنواننا المذكور في آخر هذا الكتاب. أما بموضوع الكتاب فلا بد وأن مضى على قصة أختي شهرزاد مع الملك شهريار أحد ملوك ساسان ما يقرب من ألف سنة، حيث كنت أعلم ما لم يكتبه أحد عن الليلة الأولى عندما قررت أختي الكبرى شهرزاد أن تحاول إنقاذ بنات المملكة من تعسف الملك، حيث كان يضاجع كل يوم عذراء ثم يقتلها عند الصباح بيد سيافه مسرور، وذلك انتقاما من كل نساء المملكة بعد أن اكتشف خيانة زوجه مع عبد أسود، وبعد أن اكتشف كذلك خيانة زوجة أخيه الملك شاهزمان لزوجها أيضا، فاعتقد أن كل النساء خائنات ويجب عقابهن بالموت. ولأن الملك شهريار كان يعشق لذة الجماع كثيرا، فقد قرر أن يضاجع عذراء كل ليلة ثم يقتلها. لو تم إفشاء هذه الأسرار لأصابت اللعنة من أفشاها، ولكن بعد مضي ما يقرب من ألف سنة لم يعد هناك ما يمنع من إفشاء الحقيقة. وها أنا ذا أقول لكم لماذا لم يقتل الملك شهريار أختي شهرزاد بعد أن وطأها مرات ومرات. اعتبر بعضهم أن الحكايات المشوقة التي كانت تحكيها دون أن تتمها له بعد أن يصيح ديك الصباح، اعتبر أن تلك الحكايات كانت هي السبب في تأجيل قطع رأسها ومن ثم العفو عنها وعن كل أبكار المملكة. لكنني أنا من سيقول لكم الحقيقة التي لم يقلها أحد. كانت الليلة الأولى هي البداية التي غيرت مجرى الأحداث حتى نضجت تماما بولادة طفلهما الأول بعد ألف ليلة وليلة. ستكون صفحات هذه القصص غارقة بمنتهى العمق والوضوح بما كان يجري في الليلة الأولى الأهم في الملحمة الشعبية والتراثية المتميزة في تاريخ الأدب في منطقة غرب آسيا والعالم المعروف باسم ألف ليلة وليلة، أو باللغة الإنجليزية الليالي العربية كما يسمونها Arabian Nights، دون تحفظ ودون خوف من ردود فعل بعض المنتقدين ذوي الرؤوس المكعبة. لعل قصة شهرزاد الملكة التي استطاعت أن توقف سبك دماء البريئات من بنات جنسها، واستطاعت أن تحول منتقما صخري القلب إلى محب وعاشق وعادل من جديد، لعل تلك القصة استطاعت أن تكون علامة أدبية وفنية وفلسفية وسياسية فارقة في تاريخ وجدان البشرية. تحتوي مجموعة ألف ليلة وليلة على الكثير من القصص في داخلها، وفيها الكثير من الألغاز والأحلام والأدب السائر والمكشوف وحتى بعض الكلمات السوقية. هناك أسئلة لا بد منها
تجعل الإجابات عنها تفسيراً لقوانين الشخصية البشرية دون زيف الأزياء والأشكال والألوان والتنميق اللغوي. في اعتقادنا أن أهم ما في هذه القصة ثلاث ليالي من بين ألف ليلة وليلة، هما الأولى والأخيرة وليلة أن وطأها شهريار فحملت بابنها الأول قبل 270 يوما تقريبا من الولادة، حيث سأنقل هنا سيناريو تلك الليالي بالتفصيل المنطقي والجريء للغاية فيما حصل، ليكون أقوى من نزعة المنتقم الرهيب والذئب الجريح في داخل ملك ذي سطوة وفي قلبه رغبة شديدة الصلابة للانتقام. الانتقام الموجود في داخل شهريار وكل من يستطيع أن يقوم بدور شهريار بشكل أو بآخر، وما أكثرهم في هذا العالم. دنيا زاد، أخت شهرزاد، في هذه النصوص راوية لكل ما جاء في هذه المشاهد كشاهدة عيان. يبقى السؤال، هل كانت قصص شهرزاد كافية لتحويل جنون الانتقام إلى الرغبة بالعدل والحب والجمال؟ أم أن الصورة الحقيقية مختلفة عما قرأناه في النصوص الأصلية؟ قد تكون قصة شهرزاد وأحلام الجوع التي نرويها لكم الآن هي الجواب. نذكركم بأنه لدينا النسخة الأصلية الأولى المطبوعة قبل 150 سنة. هذه النسخة جاهزة لكل من يقرأ هذا الكتاب، وعنواننا موجود في نهايته.